ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنحكي قصه جميله. قصه النهارده عن بطل اسمه علاء الدين والمصباح السحري. جاهزين؟ يلا بينا. كان يا مكان في قديم الزمان شاب اسمه علاء الدين. كان علاء من عائله فقيره، وكان عم علاء الدين ده شخص اناني وما يحبش الا نفسه. وفي يوم من الايام راح علاء الدين مع عمه يدوروا على الكنز في مغارة، وطلب عمه منه انه ينزل للمغارة ويجيب الكنوز اللي جواها. كان علاء الدين خايف جدا، وفجأة اتقفل باب المغارة. حاول عم علاء الدين يفتح الباب لكن معرفش، فسابه ومهتمش لأمر علاء الدين. وتحبس علاء الدين في المغارة وقعد يتمشى بين الكنوز. لفت انتباهه مصباح قديم جدا، فمسكه ومسح الغبار اللي عنه. شوية لقى المصباح بيتهز وبيطلع منه مارد كبير وضخم، وشكر المارد علاء الدين لأنه خرجه من المصباح ده. وقال لعلاء الدين: ايه اللي اقدر اعمله ليك عشان اشكرك عشان خرجتني من المصباح؟ قال له علاء الدين: عايزك تخرجني من المغارة دي. وفعلا خرج علاء الدين من المغارة. وبعدين كان في بلاد علاء الدين سلطان اسمه قمر الدين. قمر الدين كانت له بنت جميلة جدا واسمها ياسمين، وكان علاء الدين بيشوفها دايما وهي قاعدة في بلكونة القصر، وكان بيحبها جدا، وكان عارف ان ارتباطه بيها مستحيل لانه شاب فقير، واكيد هيرفض السلطان يجوزه بنته لشاب فقير. رجع علاء الدين لبيته المتواضع ومعاه المصباح السحري، وحكى لأمه عن القصة، وطلب علاء الدين من المارد فلوس كتير وذهب وهدايا عشان يتقدم يخطب ياسمين بنت السلطان. ولكن حزن علاء الدين لما راح للسلطان والسلطان رفض طلبه لأن بنته مخطوبة لابن الوزير. وفي يوم جواز الأميرة ياسمين من ابن الوزير، طلب علاء الدين من المارد ان يخلي الأميرة تشوف ابن الوزير شاب شكله وحش قوي قوي وترفض الجواز منه. وفعلا قام المارد وخلى ابن الوزير شكله وحش يا يا خالص، وانتهت الحفلة فعلا من غير جواز الأميرة من ابن الوزير. راح تاني يوم يتقدم علاء الدين للسلطان عشان يطلب ايد الأميرة ياسمين، وفعلا وافق السلطان بس بشرط ان علاء الدين يبني قصر كبير يسكن فيه مع الأميرة. فطلب علاء الدين من المارد ان يبني القصر، وبنى المارد القصر واتجوز علاء الدين من الأميرة، وعاشوا هو ومرات الأميرة ومامة علاء الدين في القصر. رجع عم علاء الدين للمدينة وعرف ان علاء الدين ما ماتش في المغارة، وانه خرج منها ومعاه المصباح السحري، وانه كمان بقى غني جدا. اتنكر عم علاء الدين بانه بياع مصابيح وذهب، وراح لقصر علاء الدين واقنع الاميره بانها تبدل المصباح السحري القديم بمصباح جديد. وللاسف وافقت الاميره على كده لانها ما كانتش تعرف ان المصباح ده اصلا سحري. ولما رجع علاء الدين للقصر عرف باللي حصل، وعرف ان عمه هو اللي عمل كده، وحكى لعلاء الدين لمراته الأميرة ياسمين بكل القصة. راح علاء الدين لعمه بحجة انه عايز يصالحه وعايز انه ياخد الرضا منه. وفي نفس الوقت لما كان بيتجادل علاء الدين مع عمه، قام علاء الدين خد المصباح من غير ما يحس عمه بده. بعد ما خده راح للقصر وطلع المارد مصباح وقال له: انت حر يا مارد،